وعند النزول للسجود هل الأفضل أن نقدم اليدين أم الركبتين؟ أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. وروى الخمسة إلا أحمد عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. جمهور الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين، ومالك والأوزاعي والشيعة يميلون إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد: حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض الرواه، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد جاء مرويا في مسند أبي بكر ابن أبي شيبة: إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل. هذا وما دام الأمر خلافيا بين الفقهاء فلا يصح التمادي في التعصب لرأي من الآراء، والله أعلم.